بص بقى، والمكتشفين احنا بعد ما هنظبط الجهاز ده وننضفه ونظبط له الدنيا، في قدامنا سيناريوهين: يا اما الجهاز هيشتغل بكفاءة عالية جدا لان التراب كان مسبب فيه مشاكل وكده، يا اما حبايبنا جيش المكتشفين من كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم، اللي هنشوف فيها ازاي تقدر انك تنظف الكيسة بتاعتك. ان 70% من العيوب اللي بتقابلك وبتكون عيوب بسيطة في الجهاز بيكون سببها النظافة. يعني مثلا عندك لما تيجي تشغل الجهاز ويطلع لك صفارة او ما يشتغلش، او الجهاز يقوم ويفصل بعديها على طول، الحوارات دي كلها صدقني ممكن يكون حلها انك ممكن تخلع الرامات من المذر بورد، تنظفها، تركبها تاني، الجهاز يشتغل احسن من الاول. هتقول لي ايه يا يوسف الحوارات اللي انت عاملها دي، سائل وفرش وبلاور ايه يا ابني فيها، واحنا هنروح ندفع 500 600 جنيه عشان ننظف الجهاز؟ يا عم انا وانا رايح الشغل بتاعي او وانا رايح مدرستي او اي حاجه راح ارميل اي حد بتاع كمبيوترات، يا عم اديله 10 جنيه هيزقطط بيها وهينظفه. هقول لك لا، انا مش عامل بوليكا ولا حاجه زي ما انت ما بتقول، الفرشه دي ب 5 جنيه والاقاي ده ب 15 جنيه. خلينا نحط قواعد اساسيه هنمشي عليها. اي مروحه في الجهاز مجرد بس تشغل عليها البلاور كده وينفخ منها التراب، والفرشه دي تشيل شويه التراب اللي البلاور ما عرفش يشيلهم وخلصت. وكمان الكيسه نفس الحوار، بتاخد بعضك بتمشي عليها بالبلاور ولو في شويه تراب كده بس اي كلام بالفرشه والموضوع خلص. ثانيا، ممنوع منعا باتا ان الاقاي يلمس المراوح، لان المراوح بتاعت الاجهزه بيبقى محطوط عليها ماده شبه الزيت، دي وظيفتها ان هي بتسرعها وما بتخليهاش تتاكل مع الوقت، وبالتالي الاقاي لما بترشه على المراوح، مراوح الكارت، مراوح الكيسه، اي مراوح عندك في الجهاز، مراوح الباور سبلاي، بيبقى فيه ازمه حرفيا، لان الاقاي بيدخل على الزيت بيعملوا تفاعلات كيميائيه مع بعض، الزيت بيروح في داهيه، المروحه عمرها بيقل. اما بالنسبه للقطع الالكترونيه شبه مثلا ظهر كارت الشاشه، شبه الرامات، شبه المذر بورد زي مثلا الهارد، دي بتتنظف بالاقاي بس. طيب يا شباب هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالرامات، لان الرامات تعتبر هي اكتر حاجه بتحتاج تتنظف. يعني انت ممكن لو بتنظف جهازك كل 6 شهور دي تحتاج ان هي تتنظف كل شهر كده لما ايه جهاز ما يقومش او كده، فبتجيب الاقاي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وبنيجي هنا يا شباب بنديها رشه. بس خد بالك الاقاي ده لازم يكون اقاي ازرق زي اللي في الفيديو بالظبط، اوعى تجيب اقاي احمر، الاقاي الاحمر ده بتاع الصدى اللي بيبقى في الكيسه. وكمان خد بالك ان الاقاي ده بيبقى شديد التطاير، فما ترشش وتقعد ساعه قبل ما تنضف. طيب يا شباب بتيجي كده زي ما احنا شايفين بترش على الرامه بالمنظر ده، وعلى طول بتقوم جاي منظف بالمنظر اللي انت شايفه ده، وما تتكش وانت بتنضف عشان ما تقشرش السنون الذهبي دي، وحاول انك تراعي ان انت الجهاز ما يتركبش بعد التنظيف على طول، لان لو انت لسه رشش دلوقتي الرامه لسه منضفه ومتداخل على طول مركبها، في احتماليه كبيرة انها ما تشتغلش، ممكن تفوز لا قدر الله. بعد ما نتأكد ان احنا نضفناها كويس من التراب وكل حاجة، اتأكد قبل ما تمسحها بالاقاي انك تديها كده هو كام لمسة، وقبل ما تمسح اي حاجة بالاقاي لازم تديها لفة كده هو بالفرشة، علشان الاقاي لو نزل على تراب هيعجن التراب، لكن لو انت نفضت كده هو نفضت التراب كله وباقي الحاجات الالكترونية بس محتاجة ان هي تتنضف الحاجات الصغيرة دي، من تاخد بعضك على طول كده ترش عليها زي ما احنا ما شايفين، وبسرعة تاخد بعضك تعمل كده زي ما احنا ما شايفين، وبالراحة عشان ما تختش السنون، وتكون حريص جدا انك ما تركبش اي قطع بعد التنظيف مباشرة، يفضل انك تسيبها 5 لـ10 دقايق. اعمل الموضوع ده مع كل الرامات اللي عندك. تاني حاجة هو كارت الشاشة. طبعا انتوا شايفين ان الكارت نضيف، ولكن هو في الحقيقة مش نضيف، هو بس انا زي ما قلتلكوا شغلت البلاور على المراوح وقمت جايب نفضها كده بس، فيبان ان هو نضيف، لكن هو في الحقيقة لو بصينا على القطع الالكترونية اللي ورا هتلاقوها متطربة وطالعينها. فزي ما اتعلمنا برضو مع الرامات مش بنحط اقاي على طول، لا ده احنا بننفض بس التراب الاول عشان الاقاي ما يعجنش مع التراب، دي حاجه مش كويسه. بعد كده بتديها رشه هنا اهو كده بسرعه، وبتلحق ان انت تنضفه بالمنظر ده. وبعد ما بتديها رشه هنا بتديها رشه على الجزء بتاع السوكت فوق وتحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام زي ما احنا مش شايفين اهو المنظر ده كده اهو، ولكن خليك حريص زي ما قلت لك عشان ما تخربش السنون الذهبي. فكره كارت الشاشه قريبه جدا من الرامات.
بالنسبه للاس اس دي الساتا فانت مش محتاج تعمل اي حاجه غير ان انت تعمل كده بس تنضفه سيكه وخلصت الحكايه، حتى مش محتاج اقاي على الصنون الذهبي. وبالنسبه للهاردات الميكانيكيه يكفيك بس انك تنفض من عليها التراب من فوق عشان ده يعتبر شبه مشتت حراري كده وديها، ومن تحت المذر بورد دي يعني انت ومزاجك عايز تنضفها كده وخلاص، لكن انا بفضل اني اديها رشه اقاي على الخفيف. ولكن خليك حريص ان الاقاي ما يجيش هنا، لا احنا بنشتغل على الجزء ده بس. بعد كده بقى نيجي للباور سبلاي. الباور سبلاي مش محتاج انك تفكه ولا تعمل حاجه، جرب بس شويه التراب اللي عليه دول نفضهم، وهتلاقي من تحت ومن الجناب في مراوح امشي عليهم بالبلاور وخلصت الحكايه. وبس كده يا سيدي، هو ده كان حوار التنظيف اللي انت خايف منه وبتقعد بالست سبع سنين ما بتنضفش الكيسه بتاعتك علشان يوسف. معلش انا عارف نفسي اني لو فكيت الجهاز وعملت الحوارات دي هبوظ الدنيا، وممكن اكسر حاجه اجي جنب حاجه. هقول لك عموما، هو الشرح بتاع فك الكيسه اللي انا شرحته كان للمبتدئين، فلو انت شفته وطبقت معايا خطوه بخطوه الموضوع هيبقى بسيط واتفه مما تتخيل. ثانيا، المذر بورد بتتنضف زي ما الرامات بتتنضف بالظبط، بترش عليها حبه اقاي وتنزل رايح جاي عليها بالفرشه وبس، وبالراحه عشان المذر بورد فيها حاجات تتنى. ثالثا، البروسيسور مش بيتنضف. رابعا، مروحه البروسيسور يكفيك ان وهي متركبه من غير ما تخلعها امشي عليها بالبلاور واديها بس مسحتين بالفرشه وخلصت الحكايه. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا لو مشغل البلاور ومثلا مشغله على المروحه دي، فهتلاقي المروحه عماله تلف عشان في هواء جامد قوي طالع من هنا بيلففها، فانا ما ينفعش اعمل كده. انا بحط صبعي اثبت المروحه، ولو عايز انا احركها بايدي ماشي، لكن لو عايز اثبتها وامشي عليها بالبلاور حلو. المهم ان المروحه ما تلفش بالسرعه الفائقه اللي بيسببها البلاور. في شرح بقى جاي ان شاء الله على القناه، ده للناس الرايقه بقى الاحترافيه، وان شاء الله انت هتكون منهم لو انت مبتدئ، بس خليك معانا واحده واحده. الشرح ده بقى هيكون تنظيف الجهاز للمحترف. نجيب كارت الشاشة نفكه ونفك مراوحه ونفكه خالص وننضفه من جوه، هنجيب الباور سبلاي هنفكها خالص وننضفها من جوه. ولكن خليك حريص ان الشرح اللي احنا هنعمله وهنفك فيه الحاجات دي هيكون على مسؤوليتك، لانه هيدمر لك الضمان بتاع القطع. يعني لو انا لسه شاري الكارت ده مثلا وضمانه 3 سنين، لو انا فكيت الكارت قبل ما 3 سنين يخلصوا بعد شر لا قدر الله، يعني لو باظ انت مالكش ضمان عندهم، انت اللي فكه. كذلك الباور سبلاي، فخليك حريص ان انت ما تتجرأش انك تعمل حاجه زي كده غير لو الضمان خلص وانت عايز تنظف، او دي قطعه قديمه قوي مركونه عندك فانت مش همك كده كده بتنظف يعني. وبس كده، دي نهايه حلقتنا بتاعت النهارده. بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا، ما تحرمنيش بقى من اللايك يا ابو المكتشفين وشير ما بين كل اصدقائك عشان ينظفوا الكيسات بتاعتهم بدل ما هي خلاص طالعه لها شعر عجيز. وصل على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تنساش تفعل على الجرس وتشترك في القناه وتكتب لي اي سؤال واي حاجه تقف معاك في الكومنتات تحت. والى لقاء اخر ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. كان معاكم يوسف نصر، سلام.